بعض العمال، او يعني العمال بس اللي كانوا بيبقوا كانوا موجودين، بيبقوا واتنين موجودين. تلات لعيبه بس اللي بالظبط، موجودين بتتمرن معاهم وكانوا جايبين وخلاص مدرب من الناشئين، مدربين بيمرنوا الفرقة بيمرنوا بس، وفي المجموعه. وقت غير اللي الفرقة بتتمرن فيه. يعني هما بيتمرنوا 9 الصبح و6 المغرب، حلو. احنا نتمرن الساعة 2، بنبقى واحدة في النادي في عز الحر موجودين في النادي ونتمرن الساعة. ولا والله العظيم يا كابتن، ولا كلمت ما واحد عندكش قلت له مشكلة. ولا، ما فيش مشكلة، انا موجود وبتمرن. محدش جه في مره قال لي انت ما جيتش التمرين ليه؟ كنت بروح التمرين وكنت ملتزم، وكنت بستاذن من المدربين اللي هم موجودين بتوع الناشئين، كنت بخش اتمرن في الجيم لوحدي، كنت بجري وبلعب جيم وبخلص انزل التلج وما عنديش اي مشكله. فالحمد لله يعني، بس وخلصت كل حاجه واتمرنت وخلصت بقى امبارح الحمد لله. بعد ما خلصت، لا ما احنا عايزين ناخدها واحده واحده لان دي الحته المهمه. اتمرن مع، وبعدين ايه اللي حصل يعني الاسبوع بقى اللي قبل؟ احنا كده خلصنا اسبوع، فاضل اسبوع. احنا هنرجع ورا تاني كده. هو الاسبوع بقى كابتن ده اللي كان كله تمرينات، كنت بتمرن مع الفرقه عادي، حلو، مع نادي مع بيراميدز النادي عادي. عادي، اللي اوكي. فيه ماتش ودي، فطبعا انا بتمرن كويس وكل حاجه. اتفاجئت في ماتش لعبت شوط، لعبت الشوط التاني، والطبيعي اللي انا يعني مش الطبيعي اللي انا بقول عليه، الطبيعي اللي انا في الفرقه موجود ان انا العب على الناس اللي موجوده كلها اساسيه، فانا موجود معاهم، وفي اللعيبه بتاع المنتخب مش موجوده، فمفيش حد في مكاني. ما فيش مشكله، لعبت الشوط التاني، نزلت عملت ماتش كويس ولعبت. الماتش اللي بعديه بقى لما الامور بدات في كلام وفي كتير، وانت هتمشي، انت مش هتقعد، انت رايح انت جاي، اتفاجئت في الماتش الاخير، لعبت ربع ساعه تقريبا ماتش ودي. والله يا كابتن زي ما انا مفيش بتمرن مشكله. وبسخن وبقعد على الدكه اضحك واهزر، ولا عمري رحت اتكلمت مع حد قلت له ايه اللي بيحصل معايا ولا الكلام ده خالص، لان انا عارف ان في الوقت ده لو انا قلت حاجه هتحسب عليا، وممكن لو قلت حاجه وطلعت كلمه مني كده او كده هياخدوها بحته تانيه. طبعا. بس فما رضيتش اتكلم خالص. كان ساعتها موجود الكابتن احمد حسن، اتكلمت معاه، كابتن انا عايز امشي وعايز اروح. قال لي مسافش، انا مش ضدك، انا معاك في المكان اللي انت عايز تروح فيه، والحته اللي انت عايز تروحها انا معاك فيها وانا ايوه. موافق. قلت له يا كابتن عايز اروح النادي الاهلي، قال لي خلاص انا موافق تروح النادي الاهلي. تاني يوم بالظبط الكابتن احمد مشي، ما كانش تاني يوم موجود الكابتن في احمد الاهلي. مشي ما كانش موجود في في بيراميدز. بيراميدز. بس فما عرفتش بقى اتكلم مع مين. وانا بصراحه يعني في ممدوح عيد وفي عمرو بسيوني اللي قلت لحضرتك عليهم دول، يعني ما كنتش بتناقش معاهم خالص ولا اتكلم معاهم، كنت بخلي الاسلام وعبد الرحمن هما اللي يتكلموا معاهم، وانا كنت قاعد بتمرن وبروح البيت واقعد في البيت بس. بس كده. فما طيب بتمرن وبروح البيت ونكمل برضو. بس بس والله يا احنا كابتن. هنقف هنا وهنكمل تاني عشان بس ماشي يا عشان كابتن، تفكرنا بس هنكمل. بالكلام ده. ماشي بس يا كابتن. خلينا